احنا دائما عندنا واحد العلاقه مع البيئه غير سليمه غير سليمه في خطره. مازال ما وعيناش، مازال ما جاش الوعي على الشعب كله المغربي باش يدير واحد الوقايه على البيئه. حيت كيف كنا قلنا في هذوك اللقاءات الاخرين الصحفيين ديالنا بانه كورونا جا من لو موند انيمال، قرب بزاف لو موند ديال لومان، دونك تقرب كبير بين لا فون انيمال مع لومان لوم، وجعلت مالوروزمون هذوك لاباريسيون ديال هذوك لي فيروس اللي بانوا اكسيتيرا. دونك كنا تنقولوا دائما في عهد كورونا بان المستقبل خصو يكون بيئي. البلوز امبورطون ديال الحكومه وحنا وجميع البشريه خصها تحضي على البيئه باش تكون بيئه سليمه، باش ما يبقاش هذاك التلوث، باش ما يبقاش عده امورات، ويكون الصحه نقولوها دائما، والرقمنه باش نتعاونوا باش نستعنوا في العمل ديالنا اليومي. مالوروزمون هاد لي تروا زيليمون مازال ما مشيناش فيهم. بتاتخ اليوم تنشوفوا بانه الحكومه عطات واحد الدعم كبير على برنامج ديال التمدرس ديال الاطباء، حنا شفناها كنشوفوهم، دونك هذه مهمه بزاف ولكن عندها شويه الروتار. راه ملي كانت بانت ديجا لا بانديمي كنا ناخذوا التدابير كلها باش نعطيو للقطاع ديال الصحه الاولويه 100%. سافي دير لي جون زيتيديون ديالنا المغاربه خصنا خصهم يدير لهم تمدرس في الصحه. البيئه ما تنديرو والو، دونك واحد البيئه مضروره، ما حد خص الناس يعرفوا بانه لو ريسك ديال لي بانديمي تيكون سي لو فيروس، دونك تيقدر ينتشر، تيقدر حيت ما كانتش البيئه مزيانه دونك الهواء ما تيكونش صحي وما تيكونش الكاليتي ديالو جديه، دونك تيقدر يكون يقدروا يكونوا دي مالوروزمون دي كار دو روديماراج مالوروزمون ديال هادشي. حيت لابد البيئه هي الاساس. البيئه سليمه تتعطينا جسم سليم وصحه سليمه. عليه الطاقم المغربي اللي كاين اللي تيبغى تيشتغل في لو ديسالمون ولا ديساليناسيون والمشاريع كلها ديال باش يطهر الماء تولي ما يبقاش الممالح ديال البحر. اش كنا قلنا حتى هي قلنا ما يمكنش يكون الجشع في المغرب وعندنا 3853 كيلومتر دو كوت. الحمد لله شتي يسمي الحكومه مشات فواحد المخطط مهم باش دير تحيد الملحه من الماء وتردوا لصالح الشرب كيف شفنا في اكادير، وكيف شفنا دابا في الدار البيضاء غادي يكون اكبر مشروع في افريقيا، وكاين 30 مشروع ديال 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 لو ديسالمون دو دو دمير في المغرب. وتنشوفوا مع ان شاء الله مع لي زانجينيور ماروكان كيف نقدروا حنا نجيبوا واحد اون فالور اجوتي تري امبورطونت في هذه المشاريع كلها. سي نعطيو هذيك لا توش ماروكان ديال لو سافوار فير ماروكان باش نقدروا نشوفوا كيف نقدروا نديروا شي حلول جميله جدا وجد انوفونت. هذا مشروع كبير ديال 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 جميع المغاربه وجميع الوالديات وجميع الاطباء المغاربه وجميع المؤسسات اللي تتنشط لا في الاندستري الصناعه ديال الادويه لا في الصناعه ديال لابارافارماسي. حيت والمغاربه تبارك الله خصنا نحتفظوا بهذيك البلديه ديالنا اللي تسمها البلديه ونديروا لها لا بروبريتي انتلكتوال، ماشي غير نحتفظوا بها كماركه، نحتفظوا بها كماركه ونديروا عليها شو اسمه ان ديبو ان بوني دي فورم ا روم بي لومبيك. روم بي هي لورغانيزاسيون مونديال دو بروبريتي انتلكتوال، حيت هذيك راه عده زعما اجيال اللي خدموا باش وصلوها لهذاك لو ستاد اللي وصلت لي اوجوردي. البلديه المغربيه هي احسن قنب هندي في العالم الحمد لله. وهذا غادي يكون كيف اسمه الذهب الاخضر لوغ فيغ بور لو ماروك.
دونك المغرب غادي يستافد منه بواحد الطريقه جد مهمه، لا عارف يخدموا بيان سور، لا عارف يقنوا، وما يدخلوش لي مافيا كوم دابيتود، راه تنقولوها دائما، لي مافيا ما خصهمش يكونوا، ما يكونوش داخلين. الوغ انا سليم وسلمي، دونك زعما تنشوف بانه الحمد لله الفرقه الوطنيه زعما تيديروا شي حاجه جميله جدا، جميله جدا، حين تنفرحوا. الواك راه شفناه اش دار، تبارك الله، ربح لو شامبيون تاع هو. دونك جميع الفرق ديال المغرب، الفرقات ديال المغرب في كره القدم تيديروا زعما مبادرات جميله. دونك ما نقدرش ندخل باش نجي نوسخ الوقت ونقول هذا خصو يمشي ولا لا، راه كلشي مرحبا به. اون فوا كيليا دي زعما دي زافونسي انورم. وهذيك القضيه اللي كنا تنقولوا دائما السي حموشي هو كي ميريت لو ظاهر ديالو، راه تشوف تبارك الله الامن الوطني راه وصل تي اكسبورتي لو سافوار فير في لا كوب دو موند. دونك فواحد زعما اون اوكازيون تري امبورطونت، اون سيريموني تري تري امبورطونت كي هي لا كوب دو موند في قطر. الحمد لله عالميا بانه تيقدر اكسبورتي يصدر الامن ديالو، الحمد لله. وهذه راه سي زعما مكسب كبير ومساله مهمه للمغرب اللي وصل ليها. زعما نطلبوا الله بانه هذوك الشفارات الاراضي ولا هذوك الناس اللي تيحرصوا على لو سيكتور ديال ليموبيلي ولا لو سيكتور ديال لا بنك حتى هما يديروا عقلهم ويكوبيو على السي حموشي. وتنقولوها دائما راه خصهم يديروا حتى هما جورني بورت اوفير ويعاودوا اعاده النظر ديالهم ديال العمل ديالهم كيف تيديروه باش يكون المغرب حتى هو الناس يهضروا عليه في الانترناسيونال في لا بنك في الانفستيسمون اكسيتيرا اكسيتيرا، باش ما نبقاوش دائما غير في حاجه وحده اللي مزيانين هو الامن، ولكن ندوزوا لدوتر سيكتور ان شاء الله القنب الهندي، وندوزوا لحوايج اخرين حتى هما اللي نكونوا فيهم مبدعين ان شاء الله وزعما اكفياء ان شاء الله باذن الله. طلع حيت انت قلتيها كاين الحرب، دونك الحرب تيقلل المنتوجات، الحرب تيرد لي برودوي غار، ميم لو بلي غار، دونك الامورات كلها خص هادشي خصنا نشوفوا مع الحكومه عاوتاني كيف تنقولوها تستعين بخبراء. دونك الخبراء هما اللي غادي يقدروا يعاونوا الحكومه باش تقدر تلقى دي سوليسيون اي دي سوليسيون اي دي سوليسيون. دابا الحمد لله القنب الهندي راه صنعنا واحد، غادي تصنع واحد ان ايكوسيستيم كبير اللي كي يفوق على 30 مليار دولار ان شاء الله، اللي تي تقريبا 30% في البي بي. دونك حنا كخبراء والخبراء المغاربه اللي تجمعوا راه يقدروا يصنعوا بزاف الحوايج اخرين اللي غادي يستافد بها البلاد ويستافد بها المغربي والمغربيه وتستافد بها الدوله كلها. ولكن خص الناس ديال السياسه يكونوا شي يسميوها مفتتحين باش ياخذوا النصيحه الاخرى، النصيحه لله، ماشي زعما نقولوا بان الخبراء هما اللي غادي يعطوا الحلول كلهم، سي با فري، ولكن جميعا كلنا جميع نقدروا نلقاو حلول مهمه. والحمد لله هذه الحلول هذو كلهم، هذيك ديال القنب الهندي راه خرجناها في الكوفيد، كنا صيفطنا الرساله للسيد رئيس الحكومه السابق السي العثماني في الكوفيد، والحمد لله راه زعما المبادرات دارت داك زعما كلشي دار بواحد الطريقه سريعه الحمد لله باش نقدروا نوصلوا. وكاين مازال امورات قطاعات اخرى جديده اللي نقدروا نوجدوها ان شاء الله للمغرب ونعطيوها للمغرب باش نخدموا فيها جميع الفئات، وكثير الفئات اللي ما خدامينش، وكثير الفئات اللي خصهم يخدموا، وكثير زعما كاين الحمد لله امل كبير في الدماغ المغربي.
الدماغ المغربي زعما تبارك الله في هذا الوقت هذه اللي كاين، واخا زعما كاين الازمه والازمات، تيعرف يدبر وتيعرف يخترع وتيعرف يسلك راسه ان شاء الله باذن الله. حنا راه منذ قرون تنسلكوا راسنا كمغاربه الحمد لله، في ظل الرؤيه الصالحه والجميله ديال السلطان ديالنا محمد السادس والسلاطين الاخرين الله يرحمهم حتى هما اللي دازوا واللي جايين حتى هما. لا بد هذيك ماشي هذيك كنا نبداو بها، ولكن الحمد لله كل حاجه في البروتوكول ديالها. دونك بيان سور اون ترانسمي لي فو لي بلو سانسير سا ماجيستي لو محمد السيس الله ينصرو، بزياده ديال مولاي عبد السلام الاخ ديالو الجميل الامير مولاي رشيد الحمد لله، والجميع العائله كلها راه تبنت هذا الولد الجديد الحمد لله امير جديد. ايوا الصحراء الشرقيه المغربيه والبيعه ديال محمد السادس ديال التندوف، التندوفيه مسؤوليه وعلينا جميعا مسؤوليه، والله الوطن الملك شعارنا الدائم، شعارنا الابدي، شعارنا الخالد، اللهم لك الحمد، تبارك الله على الاسم.